كان. بشكر الزميل العزيز إيهاب الخطيب، أتمنى لكم حلقة موفقة بالتأكيد. يمكن حالة الفرح والسعادة اللي بيمر بيها مجلس إدارة النادي الأهلي بيوصلها إلى أعضائه وأعضاء جمعيته العمومية. يمكن بقالنا 3 أيام بنشوف حفلات مختلفة للنادي الأهلي، بداية من فرع مدينة نصر اللي هو يعني اللي بيحتفل النادي الأهلي بعد مرور 25 سنة على إنشائه، مروراً بالجزيرة أمس، اليوم النهاردة في الشيخ زايد. يمكن الناس كلها موجودة من بدري برغم إن في انخفاض في درجات الحرارة، ويمكن منطقة الشيخ زايد بعيدة شوية في مناطق الصحراوية، إلا إن الناس مستمتعة وسعيدة، الجو جميل، الأطفال حتى مبسوطين منتظرين النهاردة هيحيي الحفل الفنان محمود الليسي. يمكن كل الأجواء اللي احنا بنشوفها هي بتعبر عن سعادة الأعضاء بناديهم بمكانهم ببيتهم اللي كل يوم بيشوفوا فيه شيء مختلف، كل شيء مختلف مع النادي الأهلي محمد، من تخطيط، من إدارة، من إنشاءات، فهو ده الحالة اللي بيعيشها يمكن النهاردة أعضاء وجمعية العمومية. وينضم ليا طبعا اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد. يمكن سيادة اللواء برحب بيك على شاشة النادي الأهلي النهاردة، السعادة اللي احنا شايفينها في عيون الطفل الصغير والراجل الكبير والعضو، الناس سعيدة ومبسوطة ان النادي الأهلي كل يوم في تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشكر الحمد لله على التوفيق اللي النادي الأهلي فيه، وبنشكر الاستاذ محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن وكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره اللي احنا شايفين تملى خير على ايديهم. طبعا الحفله دي ضمن فعاليات الاحتفال اللي بتقوم به شركه برزنتيشن، الاحتفال بمرور اليوبيل الفضي لفرع الشيخ فرع مدينه نصر. وطبعا عشان النادي الاهلي نادي واحد وعائله واحده، هم كان القرار ان ما نتعبش اعضاء النادي الاهلي. هيتعمل 3 حفلات في فروع النادي الاهلي لان هو نادي واحد ضمن عائله النادي الاهلي. وطبعا البسمه واحنا اللي على مرسومه على شفه اعضاء النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، الواحد بيحس بسعاده، بسعاده ان الناس سعيده، فيها بهجه، الناس مبسوطين قوي، الناس بتقدم الشكر تملي. النادي الاهلي نادي سباق، النادي الاهلي في كل ظروف وفي احلك الظروف كان هو رقم واحد. انا بقول ان مصر ربنا حميها والنادي الاهلي ربنا حميه كجزء من مصر. السعاده احنا بنشكر على اللي رسم البهجه والسعاده على قلوب الناس اعضاء النادي الاهلي. اكيد، لكن عاوز اروق معاك ليه الجهود التنظيميه، هل اتربط بينك النهارده وبين شركه برزنتيشن من جهود امنيه وكذلك لتوفير كل سبل الراحه للاعضاء؟ لا طبعا، احنا طبعا من ساعه ما السيد المدير التنفيذي اعلن على موقع النادي الاهلي ان هيتم تنظيم 3 حفلات للنادي الاهلي، فالناس اتسالت. النهارده كان مفاجاه من المطرب اللي جاي زي كل الفروع. احنا مستعدين، اتصلوا بيا امبارح بعد الساعه 12 بالليل. الموضوع كله في ديناميكيه، في حركه، في يسر بتتم الموضوع في ثواني. تم التنسيق مع الاستاذ هاني والقائمين على شركه برزنتيشن، واخترنا على طول المكان اللي هيتم فيه اقامه الحفله وايه الحاجات التنظيميه اللي هتتم وهم عايزين ايه، ومكان المسرح ومكان تجهيز العربيات ومجهن الضيوف والتامين بتاع الاجراءات التامينه اللي هتتم، الاجراءات الخدميه، لان طبعا زي ما انت شايف العدد الرهيب دوت عايز مكان يقعد، عايز يبقى مستمتع، مش عايز فيه مشكله. فطبعا تم هذا الكلام في يسر مع شركه برزنتيشن. ما لقيناش منهم الاداره الهندسيه، ما لقيناش من شركه برزنتيشن غير كل تعاون زي ما هم تعاونوا معانا، احنا برضو لينا بنقدم لهم كل تعاون عشان في الاخر اللي بيليق للنادي الاهلي. احنا عندنا حاجه في كياننا، في وجداننا، في جيناتنا، النادي الاهلي ده حاجه مختلفه. النادي الاهلي ما ينفعش يبقى فيه صعوبات وفيه حاجات ما فيهاش يسر، ما فيهاش ده، فبتمشي الحاجات في سلاسه. هذه في جيناتنا، ايه هو النادي الاهلي في دمنا، وعلشان كده احنا بنعمل اللي هو التوجيهات اللي قالها رئيس النادي، اسعاد عضو النادي الاهلي،
انا مش عايز اقول الكلام ده، هو كلام طويل كبير جدا لكن فعلا مجهود كبير وبشكرك عليه. الحمد لله، انا بشكر جميع الاداره التنفيذيه، بشكر المدير التنفيذي اللي هو متابعني، بشكر الاداره التنفيذيه اللي معايا من اول نائب مدير النادي ومدير الامن ومدير الخدمات وكل اللي قاموا والعلاقات العامه والاداره الهندسيه اللي هم الناس اللي هم بيشتغلوا من غير، مش عايزين شكر، هم عندهم كرزه. حفله سعيده، متشكرين جدا. شكرا جزيلا. اكيد حديث مهم، يمكن النهارده اللواء محمود الفيشاوي وجود يعني مختلطه ومرتبطه ومتصله ومدعومه بحب، يمكن اللي احنا شايفينه ده كله معمول بحب. محمد برزنتيشن بتقدم خدماتها بشكل ممتاز جدا، اعضاء النادي الاهلي مبسوطين، حاله من السعاده والفرح. يمكن باكد لك ان انخفاض درجه الحراره هنا بتنزل بشكل غريب، ولكن الناس مبسوطه، الناس مستمره، الناس مستنيه نجم الحفل.